فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: مثل ما نقله الأثرم، قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن لبس الحرير في الحرب فقال: أرجو أن لا يكون به بأس. نعم. قال: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن المنطقة والحلية فيها فقال: أما المنطقة فقد كرهها قوم يقولون من زي العجم، وكانوا يحتجزون العمائم. وهذا إنما علق القول فيه لأن في المنطقة منفعة عارضت ما فيها من التشبه. نعم، هذا الأثرم من كبار أصحاب الإمام أحمد وتلاميذه، يقول إنه سأل الإمام أحمد عن لبس الحرير في الحرب، في الحرب يعني وقت المعركة، لأن المجاهد يلبسه لأجل إغاظة الكفار، لأن في هذا إغاظة للكفار إذا رأوا المسلمين يلبسون الحرير، هذا يدل على قوتهم. وأيضا الحرير يكون له فائدة في بعض الأحيان، مثل أن يكون في الإنسان حكة شديدة حساسية فيلبسه من أجل ذلك. والأصل في الحرير، في لبس الحرير، أنه حرام للرجال، لكن يستثنى من ذلك بعض الأحوال. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن لبسه في الحرب قال: لا بأس به، نظرا لما فيه من المصلحة.